بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا فيكم. دعمل نزلت باذنجان، عندي كيلين ونص باذنجان، بصل كبيري، ربع كيلو لحمي مفروم، بندورة 5 حبات، مع 3 معالق معجون الطماطم، هاي العلبة فضيتها، ومعلقة كبيرة دبس فليفلي حمراء، وهون البهارات، ربع معلقة صغيرة كركم ناعم مطحون، ربع معلقة زنجبيل، ربع معلقة كمون، ربع معلقة فلفل، ملح حسب الرغبة، وهذا الكركم يعني قبل ما ينطحن. هذا هو شكله، لونه برتقالي. بدي حط الباذنجان بالصينية ويدهنه بالزيت وحطه بالفرن. حط شوي بزيت الزيتون، نعمل فرشاي، صف الباذنجان بالصينية، بحط شوي على صف اللحمة على النار، بصل، هلا لسه عم تغلي على النار، تجف المي، بطفي النار، هلا نشفت المي، نحط البهارات. انا ما حطيت كل الملح لانه بدي احط لسه الباذنجان، وبدي احط للبندوره ملح. ليش بحط البهارات هلا؟ مشان ما تروح النكهه منها، مشان تضل نكهه بهارات باللحمه. في شغلة ما قلت لكم عليها، أنا ما بحط سمنة أو زبدة للحمة، لأن اللحمة هي فيها دهون. شفت كيف لما قليتها طالع منها الدهون يعني. وهاي معجون الطماطم، هاي معلقة دبس الفليفلي، حطينا ملح للحمة، هلا بنحط شوي ملح للبندوره. هلا بنخلط البندوره مع اللحمه مع بعض، هاي لان المعلقه السيليكون تمسح كل شيء. هاي ربع كيلو لحمه نحرك مع بعض، هيك نحركهم مع بعض. صفيت طبقة الباذنجان بالبايركس، راح احط اللحمة. انا زودت على اللحمة كاسة مي، حط الطبقة الثانية، الباذنجان. هلا بنرد نحط طبقة لحمة، صلصة اللحمة والبندورة يعني، الفليفلي، هذا فلفل رومي حلو، وهذا فلفل حار حسب الرغبة، اللي بيحب الحار يحط، ما بيحب على راحتكم. ممكن نزين بالبندورة كمان، يعني الفلافل بتعطيها نكهة طيبة لما تستوي بالفرن، بتندمج النكهات ببعضها.
هذا الشكل النهائي. انا بعتذر منكم على صوتي انه مفحوح، الله يعافينا يا رب ويشفينا، الحمد لله رب العالمين. هذا هيك اخر شيء، بعدين نحطها بالفرن على درجة حرارة متوسطة، لأن هي كل شيء مطبوخ فيها من أول، ونعلق النار من فوق، تدبل الفليفلة والبندورة. حتى لو ما دبلت هيك عادي، يعني طعمتها طيب، وبتصير بلحمة بتصير بندور لحمة، وفي ناس بتسميها مسقعة، احنا بنسميها منزلة او مطبق، بصير بدون لحمة كمان طيبة بدون لحمة. يلا بدخلها على الفرن. هذا الشكل النهائي للمنزلة، دبلة الفليفلة والبندورة شوي. اخذت لون كأنها مشوية، شوف كيف اخذت لون كأنها مشوية صارت. هذا كيف صار من الفلفل كأنه مشوي. جربوا طريقتي، صحة وهنا وعافية لكم. ممكن ضعف المقادير، إنه هذا مقدار صغير يعتبر، يعني بيتاكل جنبها فليفلة خضراء. يعطيكم العافية، ممكن اشتراك في القناة، عمل لايك، تفعيل الجرس، مشاركة مع الأصدقاء حتى يصلكم كل جديد. شكرا لكم، يسعدني حضوركم الحلو، شرفتوا قناتي، أهلا وسهلا فيكم ومع السلامة.